ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. ونستيقظ كل صباح على هذا المنوال تجري الأيام، ننام ونحن نقول بأننا سننهض من قمقمنا في الصباح، نستيقظ فنقول يوم جديد أيضا، ونتابع الغرق في الكآبة خارج الوطن بسبب الوطن. نكتفي بهذا الشرف كي يسجل التاريخ أسماءنا في سجلات الأبطال، وداخل الوطن بسبب الوطن أيضا ننام ونحن غير متأكدين من الاستيقاظ. نستيقظ فرحين سعداء بحق الحياة تحت غيوم تمطر البراميل، ونتابع الغوص في بحور القهر. ما هي القوة الضخمة المسلطة على هذا الشعب كي يتم لجمه وترويضه؟ وما هي أهدافها غير الوحدة والحرية والاشتراكية؟ يعني بصراحة بلشت حس أنه نحن شعب مهم، بغض النظر عن الآراء اللي رح تقول أنه لا مهم ولا بطيخ مبسمر، وأنه نحن مجرد وسيلة لبيع هالكم قطعة سلاح ولتشليح هالكم خاروف من كل الأطراف ما تبقى من خيرات وأموال. لكن محال أنه يكون الفيلم هكذا فحسب. فلا شك بأننا شعب مهم، أكيد في شيء شايفينه فينا حكام الأرض ونحن مو شايفينه. يمكن نحن مثل ملكة الجمال التي اتوجت ومعرفت بالخبر، مو دريانة بالموضوع. والله ترى في عنا شغلات حلوة، بس يا ترى بتستاهل انه يصير كل هالصراع عليها؟ تستاهل الاكمال على ما تبقى غير فاسد من الشعب وافساده؟ يعني معقول نستاهل كل هالمصروف؟ يا اخي انتو شعب محظوظ، هيك قال لي صديق شقيق من دول الجوار يرحم جواركم، انه نيالكم انتو السوريين يا اخ وين ما رحتوا مفتوحة بطريقكم. حتى الحرب عندكم عم ينصرف عليها بلاوي، حرب خمس نجوم عم يتقاتلوا فيها أرقى الناس، حرب مفتوحة ورواء مثل الطريق اللي قدامكم لأوروبا. قال مفتوحة، قال الظاهر الأخ مو سمعان لا بالمهرب ولا بالبلم ولا بطريق اليونان مقدونيا البري ولا بغابات بلغاريا ولا ببوليس هنغاريا، كما أنه مو سمعان بالبراميل ولا بالميق ولا بالشبيحة، مو سمعان بالتعفيش، مو سمعان بالخطف، مو سمعان أنه النظام سلم الحكم للشبيحة تماما، وأنه ما عاد في حتى ورقة توت القانون اللي كانت من زمان أصدق قانون المافيات، لأنه حاش القانون أنه يكون موجود بيوم من الأيام بهالبلاد. إيه ما بيلبق للعباد، هيك قالوا هالكم مثقف اللي من صنف فهمان تفوق وسوبرمان، وبيضل بيقول لك تحت سقف الوطن لحتى تقتنع انه سفل الصرماية سقف وطن حقا. يا اخي التكرار بيعلم الحمار، لا وبيعلم على جنابه للحمار كمان. بقى على شو فاتح تمك مندهشا يا اخي الشقيق، ليكون مفكر انه بيزتوا لنا فيز لاوروبا مع البراميل، خاصة لما بيضيق خلقنا من الحرب، والتيكيتات بيزتون من الميك، ليكون هيك عن جد مفكر؟ لانه من قد ما شفت من انكار لهالثورة شي بوقاحة وشي بنكهة الثقافة والمعاصرة، صرت رح صدق انك بتفكر الناس اللي بيموتوا بسوريا كل يوم بيطلع لهم جنسية بالمانيا اوتوماتيكيا وراتب باسطنبول من الائتلاف. ليش لا طالما عم نستيقظ كل صباح؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.